بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من فرصة. ما لا يزرع في الطفولة لا ينتظر حصاده في الكبر. التربية مسؤولية مش سهلة أبدا. لو أحسنت هيكون أولادك كنز ليك في الدنيا قبل الآخرة، ولو أهملت ربنا يحاسبك وهيحاسبك عليهم، وهيكونوا للأسف سبب لعذابك في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي. في برنامجكم فرصة بنجدد الأمل وبنخلق فرص لكل واحد محتاج بقى دروس في التربية وإزاي يعرف يربي أولاده على الأخلاق من خلال السلسلة الجميلة اللي بدأناها، سلسلة علموا أولادكم، واللي دايما بيشرفنا فيها الدكتورة سماح حسب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بنجدد اللقاء مع حضرتك وبنجدد سلسلة حلقاتنا علموا أولادكم. طبعا من دواعي السرور أن أكون مع حضرتك وأن احنا بنتكلم في الموضوع المهم ده طبعًا. اللي كل بيت محتاجه. طبعا احنا النهارده معايا أنا آية بقى في يعني إيه اللي هي بتتكلم على فكرة أن أنت إزاي بتعلم أولادك القيم والأخلاق اللي تفيدهم وتنفعهم وتخليهم برضو نموذج مشرف أنت تفتخر به. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عارف حضرتك إحنا لما ابتدينا قبل كده في الحديث عن سيدنا لقمان والوصايا اللي كان بيقولها لابنه، لو احنا ركزنا في الوصايا دي هنلاقيها شملت كل جوانب الحياة. واللي حضرتك قلته النهاردة ان احنا لو ما ركزناش مع اولادنا هيكونوا سبب لعذابنا في الدنيا قبل الآخرة. يعني ايه سبب لعذابنا في الدنيا؟ هو اغلب المشاكل لما الاب كده بيقعد حاسس ان تعبه كله راح ومش لاقي نتيجة من ابنه، ولا الام تلاقي الابن مش بار بيها وتقول ده انا ربيت وعملت وكذا وكذا وفي الاخر مش لاقية ده. ايه الاسباب؟ الايات الكريمة بتقول لنا انت ازاي تربيه عشان ما تجيش تندم، او حتى في المراحل وهو صغير يبقى بيسمع كلامك، يبقى شايفك انت القدوة، يبقى ما يقدرش ان هو يعصاك في اي شيء. اول حاجة قالتها لنا الآية الكريمة وهو يعظه، عايزين نركز على دي. الوعظ. الوعظ. وايه الوعظ؟ الوعظ ده هو التذكير بامر معلوم. يعني العلماء قالوا لنا كده ان انا بفكر اللي قدامي بحاجه هو عارفها. طيب تعال حضرتك نشوف بقى في اغلب البيوت، انا زهقت ان انا اقول للولد ما انا قلت له قبل كده 100 مره، ما نخليهم 200. ايه يعني اللي ورانا؟ هو الانسان بطبيعته، حتى احنا في الكبار اما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، دول كبار، فما بالنا بالطفل اللي عنده او لسه الولد الصغير بنت الصغيره اللي عندها مغريات كتير جدا وبينسى لان هو طبعا مشغول باللعب وبالحاجات دي، فدماغه دايما مش معاه، وفي مؤثرات خارجيه طبعًا. في اصدقاء من بيئات اخرى، في النت، في حاجات كتير قوي. طيب انا ليه اذكره وما ازهقش؟ لان هي دي حياتي، هي دي الثمره بتاعتي، هو ده الطموح والامل اللي انا بربيه وانا عايز اجني الثمره بتاعته. بعد كده في وصايا سيدنا لقمان قال له ان انت لازم تصلي ولازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اعمالك. ده اللي شرحناه في الحلقات اللي فاتت. النهارده بقى معانا ولا تصعر خدك للناس، وصلنا بقى لايه؟ للمعاملات مع البشر ومع المحيط الخارجي. يبقى سيدنا لقمان تدرج معاه، اول حاجه ما زهقش، بعد كده علمه الاول ازاي يبقى قريب من ربنا، العباده، بعد كده علمه ازاي يتعامل مع الناس. من ضمن الحاجه اللي هي لازم كلنا ننتبه اليها الكبر. عارف حضرتك الكبر ده هو اصل الشرور في الدنيا، هو ايه اللي خرج ابليس من الجنه وخلاه يقعد مطرود من رحمه ربنا وتوعد لنا لحد النهارده؟ من اقرب يعني من اقرب الناس في العباده، فكره ان هو كان قريب جدا وفجاه سبحان الله لحظه حصلت اتقلب الحال. وعشان كده اصل الكبر هو اصل الشرور طبعا. في الدنيا ده اللي خلى ابليس يقول ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف حضرتك التوعد، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، وقاعد دي يعني انا قاعد برواقه كده ومواريش غيرهم وانا بقى ايه فاضلهم. كل ده ليه؟ عشان هو تكبر. فهنا الايات الكريمه بتقول لنا تصعير بقى دكتور. قال سيدنا لقمان بيقول لابنه ولا تصعر خدك للناس، يعني اوعى تتكبر على الخلق. وعشان يكرهه في الكبر قال له انت عارف اللي بيتكبر ده يبقى رافع راسه كده عشان كبر على الناس ومش مهتم بغيره، ده زي ايه؟ زي البعير اللي رقبته ملويه. فيعني دي مش حاجه حلوه، لا ده انت كده زي اللي عنده داء وعنده مرض. ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هنا مش معناها مبسوط ولا فرحان، مرحا هنا يعنيها متكبر مش مهتم بغيرك، لو بقى فخور بنفسه زي ما نقول كده، ايه يا أرض تهدي ما عليك أدي، اللي هي ينتج عنها الأنانية.
صح. وعدم ان هو الاهتمام بالغير او عدم حتى الاعتبار والاحترام للناس. طب عشان يخليه يكره الصوره دي قال له ان ربنا لا يحب كل مختال فخور. طيب يبقى اولا اداله الصوره السيئه ليه؟ عشان يخلي ابنه يبعد عنها. وشبهها له بتشبيه صعب جدا اي حد يكرهه. بعد كده قال له ايه؟ واقصد في مشيك، يعني وانت ماشي ما تمشيش مشية الناس المتكبرات. نلاحظ كده ان هو ايه بيرسم له الطريق اللي يمشي عليه. بعض الناس حضرتك بتكون متخيله ان اولادها هو بالفطره كده بمخه كده هيوصل للحقيقه بدون تعليم، ده مستحيل. صح. الانسان مولود صفحه بيضه، فالصفحه البيضه دي اول معلم له الوالدين، لان هو ده اللي بيشوفهم في حياتهم قبل ما يروح الحضانه وقبل ما يروح مراحل التعليم. طب قال له ايه تاني؟ واغضض من صوتك، يعني علمه السلوك اللي فيه رقي وادب يقدر يتعامل بيه مع البشر من حوله. يبقى سيدنا لقمان في الحته دي بقى في اي مكان والحاجات اللي بتحصل دي يعني يحاول برضو يهدي منها شويه، حتى ممكن يقول دي ايه حاجه سنويه او حاجه بسيطه، لا دي تدل على سلوك وشخصيه. هو الشخصيه بتتكون يا دكتور، يعني فكره ان انت بتقول ان هي حاجه معديه كده في حياته، بس هي دي اللي بتكون شخصيته في الاخر. في الاخر هيطلع راجل يا اما صوته عالي وبيزعق وفي كل موقف، يا اما يطلع انسان كده رزين. يعني عارف حضرتك هينتج عن كده ايه؟ ان هو يتعود ان القوه وان الشخصيه القويه هي بالصوت العالي. فعشان كده الايه الكريمه جت تقول ايه؟ ان انكر الاصوات لصوت الحمير. شوف حضرتك التشبيه، يعني تشبيه منفر لاي حد ان هو بيعلي صوته. يبقى احنا لو علمنا الاولاد من الصغر السلوك اللي هو مفروض يتعاملوا بيه مع الناس هيكتسبوا رقي. طب هم لما يعمل كده مع العالم الخارجي هيعمل ايه؟ طب مع المكتسبات يا دكتور، في مكتسبات دلوقتي في مجتمعنا بقت غريبه. يمكن كان الاستاذ احمد صابر رئيس التحرير كان بيتكلم معايا في مشكله برضه، ابنه لسه صغير كده بيقول لي بيتاثر باغاني المهرجانات والحاجات دي ويقعد يرددها، وبرضه دي مؤثرات اللي حضرتك بتقول عليها، مؤثرات الخارجيه اللي هي بتجيلنا دي من بره. فهو كان بيشتكي يقول لي والله ما انا بسمعه برضه قران وحاجات، بس هي المؤثرات دي بتبقى اقوى شويه على بالذات الاطفال اللي هم الصغيرين دول. فيعمل ايه يعالج الموضوع ده؟ هي دي حضرتك ليها حلين. اولا احنا بنحط ايه الاساس ونعلم ان في حاجات وحشه بره علينا ان احنا ما نروح لهاش. يبقى دايما من قبل ما يسمع نقول له دي حاجات وحشه وانت ما تقرب لهاش. طيب هو خلاص سمع، اصل طبعا احنا مش هنقدر نسيطر عليهم طول الوقت، الموضوع صعب دلوقتي. لما يرجع ويحكي لي بقى اقول له شفت هو ده بقى الوحش، وافضل وراه. هنا يجي كلمه ايه؟ وهو يعظه. هنا تيجي بقى الموعظه، وافضل وراه، ما زهقش ابدا ان انا اوجه الطفل. ليه؟ اصل هو ده دوري، هو ده اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. دايما انوي ان انا بحافظ على الامانه اللي ربنا اداها لي. عارف حضرتك الناس اللي ربنا لسه لم يرزقهم بالاولاد بيقولوا يا ريتني بس اشوف ايه اي حاجه، انا اشوف عيل واحد. تمام، ربنا يعطي الجميع. احنا يا رب نتمنى للجميع الذريه الصالحه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فهو وهعمل وهعمل وهعمل. طب الناس بقى اللي معاها الاولاد لا ننسى انها نعمه طبعا. عارف حضرتك سيدنا ابراهيم كان في كل الادعيه بتاعته في القران الكريم يقول ايه؟ ومن ذريتي ومن ذريتي، يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. يعني دايما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الابناء، وكمان كان بيفكر مش في الاولاد بس، كان بيفكر في الذريه يعني الاحفاد طبعا، الاحفاد كمان. فاحنا هنستشعر ان دي نعمه، ما نزهقش من التوجيه. التوجيه مش هيكون في جانب العباده بس، هيكون كمان في جانب السلوك طب والمعاملات. طب لو هو استخدم اسلوب المنع ان هو منعه من الحاجات دي وخد منه بقى التليفونات والحاجات اللي احنا شايفينها الايام دي، ده هيبقى يعني اسلوب صح ولا هيتعلق بيها اكتر؟ هيتعلق بيها اكتر للأسف. حل حاجتين، اما من الاصل ان انا ما اعرفوش ايه هي الحاجه، ولو اتعرف عليها من العالم الخارجي ابين له الذهول والمفاجاه ان ازاي انت تروح لحاجه زي كده، دي حاجه وحشه جدا، ده هم عايزين يخلوك تعمل حاجه غلط. خلاص هو عارفها، لا انا بقى اركز عليه ان هو ده غلط، لان ممكن هو يعملها من ورايا لان هو اتمنع منها. وللاسف برضه بقت الحاجات دي موجوده كتير، يعني الموضوع ما بقاش دلوقتي قاصر على ايامنا احنا مثلا، كانت الحاجات بسيطه لو هتقدر مثلا تشوف حاجه، او انما دلوقتي بقت الموضوع متاح لكل الناس. فكره ان هو معاه تليفون ده فيه نت، فيقدر يدخل على اي حاجه ويسمع اي حاجه في اي وقت. فدي بقت صعوبه برضه. هو بقى نركز عليه على الوازع من جواه، لان هو ده اللي احنا مش قاعدين 24 ساعه يعني. دايما حضرتك اي حد عايز يخلي حد يمتنع عن شيء مش بالاجبار او انا معاك، لا لازم يركز على الوازع الداخلي هو والاقناع. انا همتنع عن ده ليه؟ عشان ده غلط؟ عشان هينتج ايه عن كده؟ واقعد افهم واقرر
وراعي بقى في النصيحة عدة أمور. أول حاجة الأسلوب اللي بوجه بيه الطفل أو الإنسان لو بوجه حد كبير، الأسلوب هل هو أسلوب منفر، هل هو أسلوب مستفز، هل هو أسلوب إصدار أوامر. طيب تاني حاجة أراعيها الوقت اللي بيصدر فيه النصيحة، مش وقت ما هو متضايق ووقت فيه بينا في مشدة كده في الكلام، ولا في وقت أختار برضو الوقت اللي هو إيه أقدر إزاي أوجه له نصيحة ما يبقاش هو هي يعني مش هيسمعني. أيوة. طيب أنا هطلع فاصل كده وأكمل مع حضرتك الحديث الشيق اللي مش عايزينه يخلص ده إن شاء الله. فاصل أعزائي المشاهدين ونستكمل حديثنا على سلسلة علموا أولادكم وإزاي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعرف نعلمهم كويس. استنونا بعد الفاصل. جميل يا دكتور لما يبقى حد بيقول ده يوم الفرحة، يعني الناس بتستنى الحاجات زي دي، وبالذات إنه في حد برضو من الأهالي كان بيقول إن إحنا يعني جولنا في المكان البعيد، هم عارفين إن هم الأماكن فعلا بعيدة والوصول لها بيبقى صعب، وقد إيه هم بيبقوا مستنين الحاجات دي. ويمكن دي الحاجات اللي المؤسسه بتقوم بيها، وبنشكرهم طبعا جمعيه البر والتقوى ان هم بيوصلوا اماكن بعيد وبيوصلوا حاجه الناس. دايما الشيخ عماد يقول احنا ايه، احنا بنوصل خير الناس لاسيادنا الفقراء. دي التعبيرات الجميله بتاعته، فحلوه قوي الفرحه دكتور. هو مين اللي المفروض يفرح، اللي هو اللي جاله الحاجه ولا اللي ساعد في الشيء ده؟ هما الاثنين يفرحوا، اللي جاله الحاجه لان ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى جاله، بس اللي وصل الحاجه فرحته كبيرة لأن ربنا اداله الشرف ده إن هو يوصل الخير لعباد الله على إيده. إن ربنا اصطفى، أصل بص لحضرتك الرزق ده رايح للمحتاج، رايح طبعا. تمام كده، ربنا قدره له يبقى هيوصله، لكن إن كونه يوصله على إيدي أنا اللي ساعدت، ده خير واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما أجي أساعد أنا اللي أكون أكثر فرحا. صح. وعارف حضرتك كمان اللي بيساعد ده وخصوصا في الأماكن البعيدة، يعني أنا شايفة حضرتك البيت اللي كان فيه دوت أماكن تبص كده صعب حضرتك الوصول ليها طبعا. أولا المكان بعيد جدا إن هم يروحوا المكان سيدي براني دي، وشوف حضرتك المسافات والعربيات قطعت مسافة قد إيه، كمان البيوت ما فيش حواليها أي حاجة. يعني مش زي عندنا مثلا في بيوت جنبها وفي مثلا سوبر ماركت وفي كذا وفي كذا، لا ده مكان على مدى البصر كله فاضي والبيوت طبعا متواضعة. فعارف حضرتك في ناس تقول لك ايه، اصل انا ساعدت يعني انا خرجت العليا. لا، هو مش حاجه انت بتعملها والسلام. انت بتقدم الحاجه دي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب انت ما تقدرش توصل للمكان البعيد زي القافله دي ولا تقدر انت تفرح الناس دي، فتعمل ايه عشان تبقى يعني بتقدم الحاجه على اكمل وجه؟ لا، انا اشترك واساعد مع حد يقدر يروح مع جمعيات البر والتقوى اللي هي واخده عربيات مجهزه، وبعدين شوف حضرتك شكل اللحمه وكمان حاجه شكلها ادمي، حاجه شكلها محترم بتفرح الناس ما بيشوفوا بقى حاجتهم على الشاشه. يمكن احنا دايما بنعرض الكلام ده عشان بس نكون ايه وسيله مساعده، ان احنا بنوري الناس ان الخير بتاعهم بيروح لابعد اماكن وبيروح بالشكل المحترم. يروح بالشكل المحترم وبيتحافظ عليه، يعني خد بال حضرتك احنا الجو حر قوي. فما الجو حر واللحمه تفضل الجمعيه بقى عندها استعدادات وعندها كده امور بتراعيها عشان الحاجه توصل سليمه جاهزه تنفع للاكل في المسافات البعيده. الحاجات دي احنا ما نقدرش نعملها، لا نوصل الكميات ولا نوصل بالشكل ده. فعشان كده احنا بنستعين بجمعيه عندها فرق بحثيه تقدر توصل لاماكن بعيده، جمعيه البر والتقوى، والمسافات الطويله كمان. وانا قاعد كده بشوف اقول الحمد لله يا رب ان جعلتني وسيله في ايصال مال الله الى عباد الله. فالواحد ما يشوف حاجه زي كده لا ده يسارع، وناخد بالنا ان كل خير وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني اللي هطلعه هيرجع لي تاني. الملمح برضو اللي عجبني قوي فكره ان هم احنا خلاص داخلين على عيد الاضحى، كل سنه وحضرتك طيبه، كلها ايام ان شاء الله، ويبقى في بقى عيد الاضحى واللحوم والكلام ده، ومع ذلك هم رايحين باطنان من اللحوم في الوقت ده. كان ممكن حد يقول لك طب ما نستنى وكده كده الذبح جاي والاضاحي والكلام ده، بس هم ما استنوش، هم راحوا للناس قبل الكلام ده كله باللحمه. وده اللي كان الدكتور عماد بياكد عليه دايما، فكره ان الحاجات دي مستمره طول السنه، احنا ما بنستناش مواسم عشان خاطر الناس دي من حقها ان هي يجي لها الكلام ده على طول العام مش في مواسم معينه بس. حضرتك في حاجات عمرها ما تستنى، الاكل ما بيستناش والمرض ما بيستناش. في حد نقول له ما تاكلش النهارده وخليك جعان ومثلا عندك ضعف وعندك كذا واستنى لما العيد يجي، يعني انت اللي بتاكله يوم او يعني موسم واحد 3 ايام في السنه كلها. طبعا ممكن يكون حد بيسمعنا مش متخيل ان الناس دي فعلا ما بتاكلش لحمه غير في العيد، ان هي ما عندهاش الحد الادنى من كفاف العيش. بس ربنا سبحانه وتعالى النهارده يعني دي رساله عشان رضا نبتغي بها رضا الله، ان احنا نساعد الناس دي ده رزق. عارف حضرتك كان زمان
أحد الصالحين بيقول أن اليوم اللي ما فيش حد بيخبط على بابي كده ويقول أن أنا عايز مساعدة منك كان يدخل ويقعد يستغفر ربنا ويقول يا رب أنا عملت إيه النهاردة عشان ما حدش يساعدني وعشان الرزق ده ما جاليش. يعني هو حاسس بالتقصير عشان كده ما حدش جاله يسأله وياخد منه فياخد الثواب. هو حاسس أن ربنا مش راضي عليه عشان ما استخدمهوش في النقطة دي. فإحنا لما نسمع كده لا كمان حضرتك أن أنا فكرة أن أنا استنى لا العمر مضمون ولا الناس دي هي اصلا انا يعني ليه اتاخر عنهم. صح. انا دلوقتي لو عندي امنيه ولا مستني نتيجه امتحان ولا رايح امتحان واحنا الايام دي بنشوف الكلام ده انا ببقى عايزها دلوقتي ولا بقول لا استنى استنى؟ مفيش حد بيقدر يصبر. طب ما هي الناس دي يعني من واجبنا ان احنا ما نقولش ننتظر. عارف حضرتك بعض الناس تقول لك لا انا مش هخرج الصدقه ولا انا هساعد غير في رمضان ويفضل يأجل يأجل مستني رمضان لما يجي. لا طب وبقيت السنة ما في 11 شهر تانيين أنا مش مستنية. مش هطلع ده غير لما العيد يجي. طب الناس دي هتفضل صح. محتاجة كده لحد ما العيد يجي. وبعدين بص حضرتك برضو عشان الناس تسارع والاستعداد للعيد مش فجأة يوم عرفة الواحد يفتكر انه عايز يضحي ويتصل بجمعية البر والتقوى. وطبعا حضرتك أكيد سمعت يعني عن طبعا المجهود والضغط الكبير اللي بيكون على الشباب. لا عشان طبعا بيبقى كميات وكده ده هم بيستعدوا من رمضان. لكن برضو من الحاجات يا دكتور اللي ما بتستناش فعلا اللي احنا شايفين على الشاشه دلوقتي التسقيف يعني فكره الاسقف اللي هي بتبقى برضو منازل من غير سقف الحاجات اللي هي ما تنفعش ولا في الصيف ولا في الشتاء. يعني ازاي انت هتعيش في الشتاء والمطر والكلام ده كله من غير سقف او في الحر اللي احنا فيه برضو الاسقف اللي احنا بنشوفها على الشاشه دي فعلا الحياه بتبقى صعبه فيها يا دكتور. عارف حضرتك احنا ما نكون قاعدين في بيتنا كده والجو ساقعه وبعدين ايه حته من الشباك تبقى مفتوحه والهواء داخل بنبقى متضايقين قوي ندور عايزين نشوف حته الهواء دي جايه منين. كله عايز يجري ويقفل الشباك ويقفل الشباك او لو احنا قاعدين والشباك مفتوح احنا في عز الحراره بنجري والمروحه مش نافعه وان الواحد يستخدم يدخل يستحمى وان الكلام ده كله مش نافع. لا هو عايز جو يعني يلائم يلطف عنه الحراره بتاعه الجو او البروده. يعني احنا عندنا الحاجات اللي تساعدنا الادوات المساعده فما بالنا حد ما عندوش ده اصلا. طب انا عايز اشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي انا فيها. من شكر النعمه يكون بالقلب وبالقول وبالفعل. فان بالقلب يعني انا استشعر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا. بالقول ان دايما اقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بالفعل ان انا اساعد ناس زي كده. ده سيدنا ابن عباس بيقول ايه حضرتك في الايه في سوره الكوثر ثم تسالون يومئذ عن النعيم ان من النعيم شربه الماء البارد. يعني هو شايف ان تفسير الايه دي منها كل اوجه النعيم ان الميه الساقعه دي في الجو الحر ده نعمه فهو عايز يشكر ربنا على النعمه بتاعه الماء البارد دي. الشربه دي بالنسبه له ده كده ده نعمه وتستحق الشكر. يعني دي من ضمن النعيم ويستحق الشكر عليه. فما بالنا ان احنا قاعدين في بيوت يعني فيها تكييفات وفيها مراوح وبيوت مقفوله وكمان بتحمي من اذى الحشرات المطره كل الحاجات اللي هي صعبه برضه دكتور قوي فكره ان انت يبقى فيه فوقيك وانت عايش كده حشرات وحاجات وتعابين بقى. احنا مش بنتكلم بقى في حاجات مثلا ناموس ولا الحاجات اللي هي موجوده في بيتنا احنا بنتضايق. لا ده دي في ناس بتتكلم ان في تعابين وحاجات صعب ان انت تبقى متخيل مجرد تخيل بس ان هو موجود معاك في البيت. شوف حضرتك تفريج الكرب اللي احنا بنعمله لما نساعد الكرب بقى اللي بنفرجه عن الام والاب والهم اللي هم بيبقوا فيه انه شايلين هم اولادهم ان الحاجات دي ممكن تاذيهم. يعني احنا بنحافظ على اولادنا وبنحاول ان احنا مفيش اي حاجه تاذيهم. طيب الولاد دول نعمل لهم ايه؟ الاب والام دول نخفف عنهم ازاي؟ نساعدهم ازاي في ان احنا نساهم فيه؟ واحنا بنشوف يعني دلوقتي الحاجه بعد ما بتتعمل بقى شكلها عامل ازاي؟ لا مختلف موضوع يعني حتى نظره الناس ليها وكده ان السقف لما قبل ما يتعمل حاجه وبعد ما بيتعمل شكل البيت حتى بيختلف تماما ان هو خلاص بقى كده في حاجه يقدروا يعيشوا فيها يقدروا يقضوا يومهم بشكل عادي. طبعا يعني حضرتك شايف كده حاجه تليق بالكرامه الانسانيه. وده اولا ده شكر لنعمه ربنا سبحانه وتعالى ده على الشكر العملي. ده الشكر العملي ده اللي لازم ونعرف ان طبعا لان شكرتم لازيدنكم. يعني ايه؟ لو انت شكرت ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك اكتر. بس دايما الشيطان بيدخل في الحته دي الشيطان ويعدكم الفقر ويقول لك خاف من بكره مداخل يخوفك ويقلك ان انت ايه ممكن يصيبك الفقر والكلام ده كله ما تقضيش خلي الرزق ده يجي من ناحيه حد تاني. يعني انت كده بتمنع الرزق عن نفسك في الاول مش عن الناس. فعارف حضرتك الشيطان
ما بيهداش ومش بيعمل. والله واحنا يعني عايزين احنا اللي ايه نبقى برضو واقفين له كده بالمرصاد. انا اتشرفت بحضرتك النهارده، للاسف وقت الحلقه خلص، ان شاء الله نكمل السلسله مع حضرتك ونشوفك حلقات تانيه جديده باذن الله. ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده مع الدكتوره سماح عزب، وكنا بنكمل سلسله علموا اولادكم وازاي ان شاء الله ربنا يقدرنا ونحاول نكون سبب ان احنا نغرز عمل صالح يقعد لنا ان شاء الله في الكبر. اشوفكم على خير في حلقه جديده.